تأسست جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1963 ميلادية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وكانت تعرف باسم كلية البترول والمعادن سابقاً. وتعتبر الجامعة هي الرائدة في مجال العلوم والتقنية في المملكة. تنقسم الجامعة إلى 7 كليات، وهم كلية العلوم، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وكلية العلوم الهندسية، وكلية الإدارة الصناعية، وكلية الهندسة التطبيقية، وكلية تصاميم البيئة، بالإضافة إلى كلية المجتمع. أما معهد البحوث فهو يعتبر من أهم وأقدم مراكز الأبحاث في العالم العربي، والذي يعود عمره إلى أكثر من 40 عاماً.